اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده حلاوه المولد، وانا حبيت اعملها لحضراتكم النهارده في المناسبه العظيمه دي، فرصه نهني كل الامه الاسلاميه من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه بالمولد النبوي الشريف. حلاوه المولد مش هنقول غاليه او رخيصه، انا ما خصنيش الموضوع، انا يخصني ان انا ازاي اساعدك تعملي حلاوه المولد بطريقه بسيطه وغير مكلفه. يعني الحاجات اللي انا بستخدمها في متناول الجميع، وهتلاقيها في دواليب الثلاجه او في دواليب المطبخ موجوده عندك. اذا كان شويه فول سوداني زي الفل، شويه حمص جايين من طنطا بلدي وانا عب عيش في طنطا، حمص الجميل الحلو ده كده، والسمسم هنعمل سمسميه وفوليه وحمصيه، بيعجبنا قوي التركيبه الثلاثيه دي. وجوز الهند انا ليا موقف معاها، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فعايز اعملها النهارده بطريقتي. كيس جوز الهند كده بثلاثه تعريفه هنجيبه مع بعض ونشوف ازاي نعمله حاجات لطيفه تقدري تضيفي في ليفر حلو، حبهان، مستكه. الجوز الهند يعني طعمها مش مقبول ان الواحد ياكل واحده ولا اتنين، ولكن تقدري تضيفي بعض الفليفر زي الحبهان، زي حبه البركه، زي الفانيليا، الحاجات اللطيفه دي تخلي الواحد ياكل خمسه سته ولسه يقول لك هات كمان. يعني النهارده حلاوه المولد، ايه رايكم؟ هنعملها بالمفاجاه بحبه البركه، بالفانيليا، بالحبهان، هنشوف نعملها ازاي. اكيد المغازي له تركايته، ولما نقول تركايه صغيره بتكاليف قليله تقدري تحولي الموضوع لطعم تاني. يعني كده بالعربي تفاصيل صغيره في حلاوه المولد، ولكن شكل تاني وطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. لما تفكري تعملي حلاوه المولد مش انك انت هتكلفي وتتعبي في الموضوع، انت ممكن تشتريها سهله وهتعدي على اي محل بتاع حلويات، هتاخدي علبه حلاوه المولد ب 50 جنيه 100 جنيه 200 جنيه زي ما انت عايزه. انا مش مع الموضوع ده، انك تخش المطبخ وتجيبي الحاجات البسيطة اللي أنا جايبها النهاردة وتعمليها، ده في حد ذاته الموضوع بيبقى فيه فرحة للأولاد والأسرة. أنا بعمل لكم يا أولاد النهاردة حلاوة المولد زي كحك العيد كده، هو إحنا يعني مش هنقدر نشتريه؟ هنشتريه، بس لما نخش المطبخ ونعمله الموضوع بيفرق. مقادير الفولية على الشاشة، معانا فول اللي هو الفول السوداني بيتقشر وده معروف وبيبقى موجود معانا، ومعانا السكر أنا هعمله النهاردة بطعم الفانيليا، فول سوداني بطعم الفانيليا. هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. يعني الفول السوداني الفوليه احنا عارفين طعمها، بتبقى طعم السكر طعم الشربات، انا هديها سنه فانيليا وهنشوف ازاي نتعامل معاها. ومعانا السكر، والسر في حلاوه المولد ازاي نعمل العقده بتاعه السكر، هي دي كل الحدوته، وبيطلع منها كل حلويات المولد اللي انتوا حابينها بقى. يعني اذا عملت سكر مظبوط وقعدت السكر بتاعك وظبطتيه المعيار بتاعه وطلع معاكي بالقوام بتاعه والشده بتاعته والمطه بتاعته، ظبطت معاك حلاوه المولد. تعملها بحبه البركه بقى زي المغازي كده وتشكلي وتنوري وتعملي فيها انت بتاعتك دي. ادواتك في حلاوه المولد هي ربع كوبايه زيت وفرشاه، دي لازم تكون موجوده معاك عشان الحاجات اللي بتخلي حلاوه المولد تنجح معاك، زيت وفرشه. ليه يا عم الشيف؟ علشان عمليه التنظيم واحنا بنعملها ما تلزقش معاكي في الحاجه اللي بتعمليها مع ورق الزبده، دي اول حاجه هنخليها كده على جنب. حلو؟ طيب عندنا الفرن احنا مسخنينه وجاهز معانا، المفروض ان احنا نحمص الفوليه شويه. احنا هنعمل لحضراتكم النهارده فوليه وحمصيه. الفرن بيتحمى وبندخل الحمص والفول ده يدفى شويه يبقى دافي عشان يتقبل الشربات. خلي بالك ده الفول السوداني، لان انت بتشتريه من عند الراجل بتاع المكسرات بيبقى فيه شويه رطوبه، فانت المفروض طبعا تاخديهم على البيت وتدخلهم الفرن تحمصيهم شويه. حلو الكلام، دي البدايه اهو، ده الفول السوداني، وهدخل معاه كمان بالمره الحمص عشان تبقى حضراتكم ماشيين معايا وعايشين حكايه عمل حلاوه المولد. انا هعمل الحمصيه بالحبهان، هحط شويه حبهان عليها كده عشان الحبهان مع الحمص يتعرفوا على بعض، يبقى بطعم الحبهان الحمص بتاع المولد. نحطهم هنا كده بقت الحمص وناخد مقادير الحمصيه بالمره عشان الاثنين هيطلعوا يتولدوا في لحظه واحده. مقادير الاثنين مع بعض، الحمصيه على الشاشه
انا هسهل عليكي والله العظيم النهارده يا امي يا اختي يا خالتي يا ست الكل يا ست الحبايب يا اعظم ام في الدنيا، تخش المطبخ في 5 دقايق تعملي حلاوه المولد. ادي الحمص بتاع المولد بتاع طنطا، وادي الفول السوداني اشتريناه من عند الراجل البقال على المصري. اه في رطوبه شويه، احنا حطيناهم في كسرولات من الازاز او في صواني وهندخلهم الفرن، والفرن عندنا درجه حرارته عادي سخناه وحطيناه. حذاري الفرن يكون مولع. اهو ندفيهم شويه. الاثنين يخشوا مع بعض، لا واحده تحت وواحده فوق. حلو الكلام. نقفل الفرن. الفرن مولع؟ لا. في الفرن في درجه حراره؟ اه. سخنتيه كانك هتعملي زبادي من الاخر. وهنقفل الفرن بتاعنا. اهو بص عليهم حبيبي حبيب هارتي. لا الوقت عاد انا هدفيهم بس. اه بيبقوا بدرجه حراره الفرن. حلو. دي اول خطوه. طيب تاني خطوه نعمل الشربات مع بعض يا شربات. نعمل الشربات ازاي؟ الوقت بتاع الحلقه بتاعتنا ما يسعفنيش ان انا اعمل الشربات، الشربات ده عايز وقت للامانه، انا معاكي صريح وواضح. فانا مجهزه من بدري. ولازم يتحضر من بدري، عياره قد ايه يا عم الشيف؟ هتحطي 4 كوبايات سكر، يعني تقريبا كيلو سكر على نص كوبايه ميه. بجد؟ اه. 4 كوبايات سكر مع نص كوبايه ميه، اه. شفت الجو ده كده هيديك القوام ده، نشوف القوام حالا، كل حاجه هقولها دلوقتي، حاضر عينيا الاثنين. طيب نشوف القوام بتاعه احنا مع بعض، اه. ويفضل تعمليه من بالليل، يبقى احسن، يعني لو عملت الشربات ده من بالليل يبقى افضل، اهو. شوف القوام بتاعه كده اهو. دي طريقه. في طريقه ثانيه سهله، اهو. هيطلع معاك الشويه دول حلوين. طب عشان يطلع معايا بالقوام ده ما تقلبهوش، انت تحطيه على نار هاديه وتحط السكر مع الميه وتحطيهم. المخرج الجميل بيسالني بيقول لي ليه الليمون؟ وجود الليمون هنا بيساعد على قوام السكر، بيديله لزوجه وقوام، وفي نفس الوقت كمان بيديله طعم. اه عايزه تجودي حط عود قرفه، يبقى الشربات بطعم القرفه. عايزه تجودي اكتر تحطي فانيليا زي ما انت عايز. اهو شفت الشربات ده الشربات، اه زي العسل. اه شفت يعني حطيناه برطمان ابيض كده هنقول عليه عسل على طول. اه اه شفت الشربات؟ اه هو ده. اه حلو. طيب الطريقه الثانيه ايه؟ وهي حلوه وطريقه لطيفه، في الماركات او في عند اخواننا اللي بيبيعوا الحاجات بتاعت المكسرات، وحضراتكم عارفينها كويس في السوبر ماركات، عسل الجلوكوز ده. حلو. ده البرطمان عامل تقريبا 20 جنيه سعره في متناول الجميع. يا اما انك تقدري تعملي شربات خفيف شويه وتحط عليه عسل الجلوكوز هيديكي نفس القوام بالشكل ده كده، شربات خفيف. اه خلي بالك ويديكي نفس القوام. اه ايوه ما انا ده عسل الجلوكوز اهو اهو. فانا هعمل ايه؟ هاخد الاثنين احطهم على بعض. ايه فايده الاثنين على بعض يا عم الشيفي؟ بيخلي الحلاوه المولد القطمه بتاعه الايه؟ السمسميه والحمصيه اللي احنا عارفينها. اهو هننزل بالايه؟ بعسل الجلوكوز. نجيب المعلقه دي كده ونحركه شويه. شفت نازل ازاي القوام بتاعه؟ سميك ده. اه نزله كده عليه ونحطهم كلهم على بعض. شفت دي هي دي القطمه دي اهو. شفت نازل ازاي؟ يا ويلي هو ده. ونقلب كل ده مع بعض. شفت عامل زي الازاز؟ اه شفاف جدا. اه حلو وتقيل جدا. اه هننزله على الشربات اللي احنا عملناه. شفت مش عايز ينزل من المعلقه ازاي، بس احنا هننزله بعون الله. هو المفروض يعني دي غلطتي ان انا المعلقه دي كنت ابلها زيت واشتغل فيها. شفت ازاي بعترف؟ آه. والاعتراف بالادله شجاعه. اهو شفت ازاي؟ بس انا ازاي؟ اهو هقلب بنفس المعلقه اهو ده. اهو شفت الموضوع بسيط ازاي؟ اهو نزلت خدت كل اللي في البرطمان بقلبهم، وانا مطلوب مني اعمل شويه حمصيه وسمسميه وفوليه، فهاخد من كل حاجه معلقتين كده واضيفهم على السمسميه والفوليه. شفت وانا واقف الموضوع سهل ازاي؟ طبعا انت عايزه تعملي كل حلاوه المولد اعمليها، عايزه تشتغلي فيها من بالليل كده والاولاد يشاركوا معاكي في المطبخ
والنشأة كده والولد جوانا والولاد يعرفوا الاهتمام بالمناسبة الجميلة، المناسبة العظيمة، المناسبة النبوية، ده حاجة حلو. يعني احنا اتولدنا لقينا امهاتنا بيقعدوا على الطبلية ويعملوا كحك العيد. تعالى يا حمادة، نعم يا أم، تعالى شغل المفرمة واعمل البسكويت. تعالى يا حمادة شيل السجدة وديه لخالتك ساعدنا، وهكذا. نفس القصة بتاعت حلاوة المول، تعالى يا واد قلب الفول السوداني ده كده على ما أجهز السكر. تعمل ايه يا ماميتو؟ بعمل حلاوة المولي. حلو الكلام ده المفروض يعني. ويوم في الأسبوع، يوم في السنة. يعني أنا أعرف المدارس النهاردة عاملين حفلات بمناسبة حلاوة المولي. مش لابسين اليونيفورم، وده حاجة حلوة. لبس تاني علشان الأولاد يعرفوا إن في حاجة اسمها مناسبة عظيمة. ناخد ده كده. خلصنا من الكعبلة اللي احنا فيها دي كده. ونقلب ده كده مع بعض. بقى الشربات عندي جاهز اهوت. تقدر تحطيه على نار هاديه؟ ماشي. شفت الشربات؟ هتشوف القوام دلوقتي هتلاقيه تقيل جدا. على نار هاديه. اقف على النار هنا. واشتغل. شفت المعلقه تقيلت معايا؟ بص على الحلاوه دي كده بقى اهو. هي كده خلصت. سمسميه، فوليه، لوزيه، فستقيه، زي ما انت عايزه. اهم حاجه الكافيه الاخيره دي. شفت الشربات؟ يجعل ايامنا شربات كلها يا رب. قولوا امين. ده العسل. ده الشربات بتاع الايه؟ التحضير بتاع حلاوه المولد. شفت القوام طلع معايا ازاي؟ شفت نازل ازاي؟ بص بص بص. شفت ايه؟ لما بينزل النار بيبدا يفك. انا عايزه يفك ليه بقى؟ عشان لما اقلبه على الفوليه ولا على السمسميه تشرب. وبعد كده نسيبها تبرد. الله عليك، هو ده هو ده. شفت المخرج الشاطر؟ خلاص عارف. ما هي بص بدات تفك ازاي معايا اهو. لو انا عايز انزل الباقي في البرطمان احطه في حمام ميه وانا واقف كده وزي الحلاوه دي. ميه بتغلى اهي. اعلمك برده حاجه كده، وعايزه تاخد كل اللي في البرطمان. دي ميه سخنه، هناخد اللي في البرطمان ده ونحطه هنا كده. شويه كده وهتلاقيها ايه؟ فكت معاك. تثبت كده. ممكن احط كمان معلقه. الحاجات الصغيره دي بتفرق اهو. زي الفل. مع الوقت هتلاقيه فك. شفت ازاي انا بتعامل في المطبخ؟ ده خلاص بقى اهو. خف اهو. على نار بقى. بص معايا للشكل ده كده. هو ده خد مننا وقت. ده يتحضر من قبلها. لو هعمل الشربات ده محتاج الوقت الحلقه؟ لا، ده عايزه تقريبا ساعتين عشان يطلع معانا الشربات ده. خلصنا من الشربات ده، ناخده خلاص كده جاهز بالقوام ده. حلو. ده اهم حاجه. فيك تحط هنا حبهان تبقى الفوليه بطعم الحبهان. فيك تحط هنا فانيليا تبقى الفوليه بطعم الفانيليا. فيك تحط قرفه تبقى الفوليه بطعم القرفه. ممكن تحط مثلا مستكه تبقى الفوليه بطعم المستكه. تدوبي مثلا فصين مستكه وتحطيهم على الشربات، خدت طعم المستكه. انا بديكي فرص انك تعملي حاجات مش موجوده بره. عشان كده بقول لك لما تعملي حلاوه المولد، عشان كده لما اقول لك تعملي حلاوه المولد في البيت، القصه مش انك انت تخش المطبخ تعمليها، هتعملي حاجه لاولادك مش موجوده في محل بتاع الحلويات. يعني انا ما شفتش محل بتاع حلويات بيبيع الفوليه بطعم المستكه، او الحمصيه بطعم الحبهان اللي انا حطيتها في الفرن، او معانا حبه البركه اللي انا هعملها معايا دلوقتي. ويا رب البركه تخش كل بيوتنا باذن الله في المناسبه العظيمه دي. ندخل حبه البركه دي في السمسميه. تخيلي انك بتاكلي سمسم مع حبه البركه، اكيد البركه هتجيلنا، لان اللي بيشبط في البركه بتجيله البركه. تاخد بقى وقت فاصل اوعى تروحوا بعيد، لان حلاوه المولد النهارده بتفاصيل صغيره بسيطه سهله بعملها لك يا امي. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. احنا مع بعض والسمسميه والحمصيه والحمصيه والفوليه في الفرن بندفيهم شويه. حلو قوي، زي الفل. هنطلعهم من النار جاهزه ونبدا ان احنا نعمل مع بعض الخلطه بتاعتنا. هي دي الفكره كلها. انا لو انا مش على الهوا مع حضراتكم وانت بتعمليها في المطبخ بدون شرح، هتخش في 5 دقايق تعمليها بعون الله. بس خلي لها يوم كده، واخده بالك؟ يعني ايه؟ مش اليوم ده مش لازم تطبخي في اليوم ده.
يعني ممكن تعملي مثلا صينيه مكرونه بشاميل قبلها بيوم، وتبقى تاني يوم ده نعيش في المطبخ مع حلاوه المود. هنطلع مع بعض اول حاجه الفوليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها هنا كده. سمعت الصوت ده؟ نتيجه ان هي اتحمصت. حلو قوي. الصوت ده ما كناش نسمعه قبل التحميص. كده هي دافيه. نحط عليها شربات هتقبله. مع بعض كده على نار هاديه كده، وناخد يا عم الشيف اهو ادي الشربات، كمان معلقه كمان معلقه، ونقلب. والله لو عايزه هنحط ونجيب الاسباتيولا دي كده تكون نظيفه. اوعي تكوني عامله بيها بصل وتوم قبلها، ولا فيها ريحه بصل ولا توم، خلي بالك ازعل منك. شفت بقى هي دافيه، الفوليه دافيه والشربات نازل عليها، بدات تشد ازاي اهو. هتطلعها من النار مش هعرف اقلبها. لو طلعتها من النار وسبتها شويه هتلاقيها قفشت على طول. شفت التقليبه دي كده؟ الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. دي الفوليه. ايه المشكله لما خلاها بطعم الفانيليا؟ طب تعمل فانيليا ازاي يا مغازي؟ شويه فانيليا ورشهم على الفوليه واقلبها وهي سخنه، او احطهم في ارضيه او هنا كده، هنا عند التفاصيل دي كده. معانا فانيليا اهي. شفت ازاي اعمل الفوليه؟ اهي بطعم الفانيليا اهو. لو لفيت محلات الوطن العربي مش هتلاقيها. بص 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 بص، ادي الشرباطه يا شرباطه اهو. اخد الفانيليا دي احطها هنا كده، ونقلب الفانيليا دي اهو. الاول كده اهو اهو كده كده كده، دابت الفانيليا خش على الفوليه. الله تعالي بقى. الله والله العظيم ريحتها اختلفت معايا. تخيل بقى الواحد بياكل فول سوداني بطعم الفانيليا، وانا من عشاق الفانيليا، واحب اعمل الكيكه في المطبخ عشان اشم ريحه الفانيليا لما افتح الفرن. ما هي الفانيليا امتى نشم الريحه بتاعتها؟ لما بتتعرض لدرجه الحراره بتاعت الفرن، زي ما انا شميت ريحتها دلوقتي. فوليه بطعم الفانيليا. ممكن تستخدمي الحبهان بدل الايه؟ الفانيليا. ممكن تحط قرفه، ممكن تحط فص مستكه، تبقى فوليه بالمستكه. انا بديك افكار لان مع المغازي جوجل، يعني جوجل غلب معايا بصراحه. بيساومني دلوقتي. شفت الحلاوه دي كده؟ ناخدها بقى كده جاهزه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نحطها كده، عايز اعمل فكره حلوه كده بتعجب مخرجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا واقف بخترع. دي انا احطها هنا كده، واحط الايه دي هنا كده. والله فكره يا شيف. شفت الشكل ده؟ عجب مخرجنا كده. اول حاجه وفي نفس الطاسه وفي نفس الحاجه هشتغل الايه؟ الحمصيه. طالما هي لسه سخنه ودافيه انا، كل ده حاجه هتنزل اهو. شفت السهوله والبساطه عندنا. اعمل ايه بقى دلوقتي بقى؟ ركزي بقى، ركزي بقى عشان الموضوع ده مهم جدا. كل القصه دلوقتي هعمل ايه؟ زيت، واحط دي في الزيت. بص بقى الشغل هنا، دي اهو ادواتي زيت. مسكها كده تلاقيهاش مسكت. نعم يا غالي. سؤال وجيه بيقول لي انت حاطط ورقه زبده تانيه ليه؟ برسم عشان المكان ورقه الزبده دي هعمل الايه؟ الحمصيه. كلهم نشوفهم مع بعض. شيل دي من هنا مضايقاك انا عارف. شفت ازاي؟ سهل الموضوع. تاني زيت، وانزل كده زيت. ثم وانت بتساويها المعلقه ايه او الاسباتيولا تتسلك معاك، واعمل كده الايه الارتفاع اللي انا عايزه. الارتفاع تقريبا 5 مللي. القرص الفوليه في عند المحلات بتاعت الحلويات مش عايز اقول سعره بصراحه، مش عارف فيه ايه. عشان تنزل تشتري حلاوه المولد عايزه ميزانيه. انت عملتها في البيت بثلاثة تعريفة،
سمى حاجة تتابع برنامج أكلة أمي، كل ما تجيبي سرة أمي على لسانك هتلاقي البركة في البيت. شفت الحلاوة؟ سيبها بقى تبرد تاخد راحتها. قول لي عايز ايه؟ والله انت مخرج شاطر. والله المخرج قال فكرة دلوقتي جميلة جدا، فكرة تساوي 1,000,000 جنيه. قال لي طب انا عايز بحب حبة البركة اعمل ايه؟ حاجة دي اختياري، انا برضو هريحك واعمل لك حاجة حلوة دلوقتي. شفت ازاي بسويها؟ بسويها عادي، لأن أنا ايه؟ الاسباتيولا بتاعتي مكانها زيت، دهينها زيت. شفت ماشية اهي. عامل قرص حلو او نص قمر نص الهلال. شفت الحلاوه دي؟ وخلاها كلها سوى واحد، عشان كده حاطط ورقه الزبده تظبط لي الايه العيار او تظبط لي النسب المنسوب. واخد ورقه الزبده والمسني بتاعي هو يظبط لي الدنيا. هشيل ده من هنا بقى، هشيل ده كده هنا. الله حلو يا ركز، انا بعمل كده ليه؟ عشان احط الايه الحمصية في المكان الفاضي ده. بس خلاص تعالوا مع بعض نجيب الحمصية. النهارده انا بتدلع يعني، مش كل يوم بصل وتوم، دي الحمصية اهي. نوسع لها كده. الاخبار ايه؟ دافيين زي الفل. عايزاها بطعم الايه؟ حبة البركة، نحط حبة البركة. والله فيها طعم الحبهان، والله ريحة الحبهان. اللهم صل على النبي. هحط شويه حبه البركه ما زعلكش. لف محلات الوطن العربي كلها وشوف حبه البركه كده في قلب الحمصيه مش هتلاقي. ناخدها زي ما هي كده وننزل بقى هنا. صوت بيقول انا مصري. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يلا بينا. يلا بينا نقف هنا على النار. معلقتين سكر، هما اتنين، ادي واحدة وادي التانية. حلو قوي. ونقلب اسباتيولا. تعالي بلاش باللي كان فيها فانيليا بقى، عشان ما تبقاش الفانيليا داخلة على ايه؟ على الحبهان وحبة البركة. قلبي معلقة تانية. لا بس زيت شير ده، اذا المخرج معايا في الصورة الحلوة اتعلمها. شفت وقلب بجد يا شيف حلاوة المولد ده. انا افتح مصنع الصبح ده، انت ممكن تعملي مشروع في البيت وتعمليه مشروع استثماري والله العظيم، وتبيعيها وحاجة منزلية حلو والبلدي يوكل اهو، وتعملي لك كده صفحة على التواصل الاجتماعي وتبقى ليكي مصدر دخل حلو اهو. سهلة. اسبوع كده قبل المناسبة العظيمة، واللي طبعا يعني ونصلي على رسول الله وتكسبي زي الفل. ويبقى الشيف المغازي له ايه سبب في القصة. وتدخلي على صفحة أكلة أمي هتشوفي الطريقة معمولة، والصفحة الرسمية للقناة الأولى هتلاقي الطريقة معمولة وحاجة زي الفل. شفت الحلاوة دي كده؟ إيه الحلاوة دي؟ خلصت يا عم الشيف. طعم الحبهان شم حبة البركة، وأنت بتاكلي كده وتيجي تحت أسنانك تقطم حكاية. تقدري تدوبيها وتقدري تطحنيها وتحط لها طحونة ماشي، بس أنا بحب حبة البركة سليمة بصراحة. كل أهي. انا بقى ايه قابلها زيت زي انت ما قلت، مش دلوقتي، لما اجي افرتها على الخشب. اخد ده كده زي ما هو زي الفل. الزيت اهو. اول حاجه هعمل ايه؟ هاجي هنا كده واعمل كده. شفت الحركه دي ليه بقى؟ قول لي يا مخرجنا ليه. الله عليك يا حبيبي، عشان لما اقطعها تتشال معايا. شفت ازاي؟ القرص ده والمقاس، والله هتلاقيهم الاثنين قد بعض دلوقتي. ده كبير شويه؟ والله يعني جه كبير شويه معايا ماشي. حلو؟ ناخد دينتين زيت كده وننزل بالباقي كده. الله عليك يا عم الشيف. ايه الابداع ده؟ ايه الابداع ده؟ في أكل عربي نلاقيك، أكل غربي نلاقيك، حتى حلاوة المولد ما حرمتناش منها، وهي دي عادتنا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أي مناسبة ما تعديناش إلا وإن إحنا إيه نحتفل بيها. والحمد لله النهارده الحلقة دي كانت بتتأجل يعني بقالها يومين،
حبينا نعملها حضراتكم النهارده، والنصيب ان احنا نعملها في نفس اليوم المناسبه العظيمه. محظوظين عشان ناخد دعوات حضراتكم اللطيفه والجميله. بدعواتكم ربنا بيكرمنا. دي بنزين الحياه. يا ريت تخش المطبخ دلوقتي تعمليها لو انت عاملاها قبل كده، خش واعمليها على طريقتي كده النهارده. وقولي لنا رايك اهوت فيها زي الفل. اسويها كل ما تبرد كل ما تشد، خلي بالك. نعم يا غالي بيقول نحطها في الثلاجه. والله لو انت مستعجل انك تاكلها حطها في الثلاجه عادي. مش قلت لها يعني المصانع الكبيره بتحط الحاجات دي في تبريد عشان تقطع بالمقاسات وبالحجم، لان طبعا ده فيه كوست بيحسب بالجرام بالسنتي عشان يبدا يحط السعر بتاعه، الماتيريال كلف كام والكوست كلف كام، ويحط صنعه ويحط الكلام ويحط الراتب اللي بياخده الشيف ويحط الكهرباء ويحط الميه ويحط الغاز، وفي الاخر بتدفعي فيها كل ده. شفتي سويتها ازاي؟ سوى واحد قرص فوليه وقرص حمصيه. دي عايزه حته هنا شويه كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الحلاوه ادلعك. هنا في طعمين على القرص الكبير ده، القرص العائلي بجد والله. في طعمين، طعم الفوليه بالفانيليا وطعم الحمصيه بحبه البركه والحبهان او الهيل عشان اخواننا في الخليج يعرفوا. عملناها لحضراتكم بطريقه سهله وبسيطه، الوقت بتاعنا لا يتعدى 30 دقيقه بالتحابيش بتاعته. معانا سمسميه وانا بعشق السمسميه لما يكون لها طعم. هنعملها بطعم ايه؟ الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل. اوعوا حضراتكم تروحوا بعيد، كل عام وحضراتكم بخير. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع قرص العائله، سمسميه سوري فوليه وحمصيه. ده القرص العائلي. هتقولي لي هجيب الخشبه المدوره دي منين وامكانياتك يا شيف؟ الله يرضى عليك، ده هي بتتباع في اي مكان. ما عندكيش دي، هات الصينيه بتاعت البسبوسه حطيها وهتلف معاكي زي الفل. تعمليها ازاي؟ تقلبي الصينيه على ظهرها وتحط عليها ورقه زبده. لو ظهرها عادي زي الفل حطها زي ما هي وتنيها زيت واعملي اللي انا عملته ده. انا بسهل لك الامر. صينيه بتقلبيها، اي صينيه عندك بتاعه بيتزا، صينيه بسبوسه، هتتنيها زيت وتعملي اللي انا عملته ده وتفرحي الاولاد. كل سنه وانت طيبه يا امي. تعالوا مع بعض نعمل السمسميه واحنا واقفين بالسله كده. حلو الكلام. السمسميه فين؟ في الفرن، بتتدفى برضو، بندفيها اهي. نبص عليها، نجيب السمسم من الراجل بتاع السمسم او العطار، نقول له عايزين سمسم محمص. طب عندك سمسم ابيض، حمصيه انت في الفرن عادي، تحط عينك عليه. حلو الكلام. خد لون ماشي، تبقى عندك جاهزه وزي الفل. تحمص السمسم، تعالوا نعملها مع بعض. انا من الناس اللي بيحب السمسميه، ويا سلام لو معاها طعم حبه البركه. والسمسم علشان نستطعمه اللي بيطلع منه الطحينه وزيت السمسم اللي الاكل التشاينيز واليابانيين والصينيين عايشين عليه، وقيمته الغذائيه عاليه جدا، اوميجا 3 يعني وداعا للزهايمر، يعني الذاكره بتاعتنا تقوى، يعني ناكله لاولادنا عشان ولادنا تبقى ذاكرتهم كويسه ويبقوا شطار. هو السمسم، واحنا من عشاق السمسم. ادي السمسميه زي الفل. درجة الحرارة أخبار إيه هنا؟ زي عادي زي ما أنا شغال. هاخد السمسم ده كده وينزل بيه هنا في قلب الإيه؟ الطاسة. حلو؟ ده بيتجاب أبيض أو بيتباع عادي، بس هو دلوقتي حالياً في المحلات بيبيعوه يعني إيه؟ بكميات. في كل مناسبة كده بالله بصراحة يعني اخواننا التجار والناس المتخصصه الحاجات دي بتبقى متوفره وموجوده. حلو؟ طيب نبدا نشتغل فيها على الهوا، نبص عليها على الهوا، ومش هنزل بالشربات يا شربات غير لما نشوف المقادير على الهوا. سمسم والعسل معانا جاهز، اللي انا عملته من البدايه خالص. ده في السمسميه هو، في الحمصيه هو، في الفوليه هو.
عايز اعمل دي علشان عندنا ايه جوز الهند اللي انا بحبها نعملها مع بعض. ناخد كده ايه. عايزها بطعم ايه؟ قول. عينيا. دي علشان ايه؟ كمية كبيرة. والله اذا احتاجت شوية واحنا شغالين هناخد. نزل معايا ليمونة حلوة اللي انا حطيتها في الشربات اشيلها. الله، واخدة طعم الشربات. الليمونة دي مش عايزها، خليها هنا كده. ونقلب دي كده بسباتيولا. بسم الله. شفت الحلاوة دي كده؟ كل ما تتعرض على النار، عرفت ليه انا بقول لك السمسم دي دفيه وعلى نار هاديه كده؟ علشان كله ينسجم مع بعض. ومش هيتقلب معاكي مظبوط غير لما على نار هاديه تبقى السمسميه دافيه والشربات دافي. بعدين شوف شدت ازاي وانا لسه بشتغل. تخليها بره النار دلوقتي هتلاقيها قفشت. خمسه اللي بقى بعض مش هتفك، خلي بالك. واعمل العجينه بتاعتي كده لطيفه وجميله، وابدا بقى ايه؟ هم عاملينها دلوقتي في المحلات رؤيها جدا. الواحد كان يشوفها زمان ارتفاعها 2 سم. يعني حاجه كتله كده سمسميه، دلوقتي تلاقيها ما اعرفش 1 مل ولا 2 مل، والله العظيم. مش عارف ليه. عشان تبان ان هي كبيره. انا جايب معايا شويه جاهزين اهو، ممكن مخرجنا يشوفهم بصراحه. مش عاوز اقول لحضراتكم دافع فيهم كام. دي السمسميه اهي. سهله خالص يا عم. والله انا جاي على بالي اكلها بطعم حبه البركه، ايه المشكله لما احط شويه حبه البركه؟ اهي اهي عليها اهي. لف بقى كده محلات مصر وهات السمسميه تلاقي فيها حبه البركه من جوه. حبه البركه دي تعملها ازاي؟ نحمصها. حمصيها وتحطيها. هتقولي لي مره؟ ما هو المرار الحلو ده مع الحلاوه هيديك حلاوه وحلاوه. تاني المرار بتاع حبه البركه اللي احنا بنقول عليها مره مع ان قيمتها الغذائيه عاليه جدا. والنبي عليه افضل الصلاه والسلام وصى فيها. والمناسبة الجميلة دي نستخدمها في الحلويات المولد. نبدأ ندخلها يا اخوانا. اهو المدرسة المغازية بتقول استخدام حبة البركة في حلاوة المولد تدخل البركة علينا. اهو شفت ازاي؟ اهي السمسمية بحبة البركة. بس من فضلكم تقولوا ده ابتكار وحقوق الطبع لدينا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. اهو التلفزيون المصري. اهو يا اخوانا شفتي؟ اهي اهو الاختراع ده يتسجل لدينا وبس. اهو اهو ادي السمسمية بحبة البركة يا أمي. تبقى انت بس اللي عملتها في العيله. وفاجئ حماتك بيها. انت جبتي يا بنت حبه البركه دي منين؟ ده طعمها حلو، ده بحبها من زمان. ده انا بشتري العيش من على الناصيه اللي عليه حبه البركه عشان بحب حبه البركه اللي بتبقى موجوده على الوش. تحطها لي في السمسميه؟ اي يا ماما، اي يا تيتا، شفت الشيف المغازي عملها النهارده حكايه. اهي شفتي؟ ادي السمسميه اهي بتلف في ايديا زي الفل. بس مجرد ما اشيلها من النار هتشد على طول. نعم يا غالي. لا حلو، سؤال لطيف. جوز الهند فيها زيوت؟ والله المخرج سأل سؤال في عمق الموضوع صعب جدا. بيقول لي ينفع نحط عليها جوز الهند؟ انا هشرح لك بالتفصيل عشان انت حبيبي. دي جوز الهند. اجيبها لك كده عشان تعرف ايه الموضوع ليه لا. دي اللذيذة بتاعت جوز الهند اهي. دي جوز الهند مع زبيب. دي طبيعي اهي، دي طبيعي بتبقى طريه كده لان جوز الهند ما ينفعش ان هي تاخد السمكه بتاع السمسم. فانا لو حطيت جوز الهند هنا هيفصل السمسم من بعضه. دي شفت الجوز الهند اهي طريه ما بتتشافش. حلو. نحطها هنا كده اهي. نقلب. دي ما تسيبهاش على النار. شفت طول ما هي موجوده على النار بتدوب في دي كده. نشيلها بقى خلاص. شميت ريحتها، طعم حبه البركه مع الشربات. ممكن تعملها بالفانيليا، ممكن تعملها بالحبهان. حلو. نشيلها كده من النار. يلا بينا نجيب صينيه زي دي كده. حلو. ورقه زبده. دي صينيه البيتزا اهي، حطينا ورقه زبده. مخرجنا بيقول لي دخلها قدام شويه. حاضر. ناخد الزيت ونشتغل كده. شفت بقى التركايه دي اهو، عشان لما نيجي نطلعها بعد ما نقطعها كده بشكل مستطيل
2 في 3، 3 في 6، 6 في 9. تطلع معاكي على طول يا حلوة. شفت الزيت ده كده؟ انا قلت من البداية خالص وانا بقدم الحلقة بتاعتي، ادواتك فرشاة ونص كوباية زيت جنبك كده. حلو. وناخد السمسمية وهي لسه دافية، لو لقيتها شدت دخلها النار تاني. شدت والله، دخلها النار تاني. تدفى كده عشان تنزل معاك وتعرفي تسويها. مش هتساوي بالمعلقة دي كده بقى. حلو اهي. شفتي؟ تدفى كده ونشغلها وناخدها نحطها على طول في الايه؟ وهي كده في حلاوتها. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. ايه ده؟ ايه ده؟ الله. وعملنا السمسميه وبسرعه قبل ما تشد مننا. اسباتيولا فيها زيت اهو. شفتي؟ اشتغلي بقى فيها. مستحيل تمسك واحنا مع بعض. مسكت اهي، مسكت اهي اهي. ونفردها. موضوع فيه عقل، فيه فكر، فيه حب. داخله المطبخ اعمل سمسميه للاولاد النهارده، جوزك يتفاجئ. متعود تقولوا له هات سمسميه معاك وهات حمصيه، جيب حلاوه المولد يا حماده وانت جاي، تفاجئني انك انت عملتيها. هيقول لك ايه يا حبيبتي؟ حلاوه المولد كنت هجيبها بكام يعني؟ ب 1000 جنيه، ب 500 جنيه، خديهم حلالك. عشان يشجعك، ده المفروض يا باشا. اللي بالك عشان تشجعها. المره الجايه تعمل لك الكحك كله، المره الجايه تلاقيها عامله مشروع في البيت حلاوه المولد، تقول لك خد يا حبيبي النهارده ربنا كرمنا بشويه اي حاجات كده ولفات من ورا المشروع اللي الشيف المغازي علمه لنا ده في البيت اهو. هاتي صواني بقى واشتغلي شويه كده قبل المناسبه باسبوع، وقطعيها واعملي علبه كده عليها اسمك او اي اسم تختاريه من اولادك كده، وتوزعيها وتبيعيها. عايزه اسويها، اسويها ازاي؟ اهو الزيت، واسويها كده. ريحه جايه كده الاسباتيولا تديك الشكل والسمكه اللي انت عايزها. خلي بالك السمسميه جايه التفاصيل بتاعتها على الشاشه فيها ايه؟ حبه البركه. مش هتلاقيها في اي محل فيك يا وطن يا عربي سمسميه بحبه البركه. لو حد شافها يصورها يحطها على السوشيال ميديا دلوقتي ويقول يا شيف مغازي والله احنا فلان الفلاني عملها واهي، عشان بس اللي يعملها يقول لك دي طريقه المغازي. احنا مش بنبخل على حضراتكم بحاجه، كل ده هيدخلنا الجنه باذن الله. عايز اعمل حلاوه جوز الهند. طيب خلاص ماشي، انا معايا جوز الهند عايز اعملها لكم، بس انا اقول لك برده ازاي تعمليها. شفت ازاي؟ دي سمسميه اهي. لازم لما بعمل كده عشان ما يبقاش فيها هواء، عشان تديكي السمكه اللي انت عايزاها كلها تبقى واحد. كل ده بواسطه الاسباتيولا وفيها زيت، متونه زيت. كلها سوى واحد. حلو الكلام. السمسميه عملناها. طيب انا معايا جوز الهند عشان وقتنا عدى بسرعه. ايه قصه جوز الهند دي يا عم الشيف؟ جوز الهند معانا، واعتقد ان انا عملتها قبل كده بس هعملها النهارده بطريقه جديده. عشان نعملها للاولاد الكور بتاعت جوز الهند، بتجيبي قوالب الكب كيك، في قوالب ورقيه كده بتتباع في السوبر ماركت. مخرجنا بعد اذنك نشوف مقاديرها بس كده في عجله، استاذنك معلش، مع ان انا عارف ان الوقت عدى. جوز الهند وقشطه وقرفه وحبه البركه، ده اختياري، ولكن تقدري تعمليها في البيت. ولكن وعد مني ان شاء الله كل ايامنا ان شاء الله بالمناسبه العظيمه دي، هي مناسبه عظيمه هنعملها لكم برده مع بدايه الاسبوع الجاي. يعني ايه اعمل حلاوه المولد او اعمل جوز الهند للاولاد تبقى لطيفه وجميله؟ ممكن ياخدوها في معاهم هم رايحين على المدرسه في اللانش بوكس بتاعهم، تبقى لطيفه، حاجه حلوه يحلوا بيها حاجه من البيت من عندك. كل عام وحضراتكم بخير، وكل سنه وانتم طيبين من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. احنا عملنا لكم حلاوه المولد النهارده بطريقه سهله وبسيطه وغير مكلفه، تقدري تعمليها في دقائق معدوده. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
الله.